السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت أوفيس وورد. إذا إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا في هذا التمرين في هذه التمارين هادو كيفاش أننا نديرو دي كالكول، كيفاش نحسبو في الوورد. إذا الأغلبية تعرف بأن الحساب تيتم إلا في منصة ديال الإكسل، يعني مايكروسوفت اوفيس اكسل، ولكن ممكن احنا كذلك اننا راه في الوورد ممكن اننا نعرفوا كيفاش نديروا حساب في الوورد. اذا هنا لا كولون، هذا لا كولون الاول، لا كولون الثاني، لا كولون الثالث، لا كولون الرابع، لا كولون الخامس. هنا هذا لا لين الاولى، لا لين الثانيه، لا لين الثالثة، ولا لين الرابعة. إذن أول حاجة قبل ما نبدأ الحساب ونعرف كيفاش أنني نحسب، في المثال عندي هاد الجدول، كاين عندي هنا لاديسيون، بغيت ندير المجموع. إذن 25 نزيد على 45، النتيجة اللي غادي نحصلو عليها، إذن النتيجة اللي غادي نحصلو عليها 25 زائد 45، شنا هي النتيجة اللي غادي نحصلو عليها؟ إذن بحال عندي 5 زائد 5 هي 10، وربع جوج زائد ربعة هي ستة، والاحتفاظ واحد هي 70. إذا هنا خاصها تعطيني 70. ملتيبليك سيستراكسيون يعني الطرح، ملتيبليكاسيون يعني الضرب، ولا ديفيزيون يعني القسمة. كيفاش غادي نديرو لهادو؟ يعني قبل ما ندير عملية الحساب، أول حاجة اللي خصني نرد لها البال وهما هادو، خصني نعرف الوضعية ديالهم. اذا اول كولون رقم واحد هذا تنولي تنسميه ا، هاد لا كولون كلها هو ا، وهاد لا كولون ثاني تنسميه بي، وهذا سي، وهذا دي، وهذا او. اذا ها ا، ها بي، ها سي، ها دي، او. اذا بالنسبه لالين، هادي تنسميها لالين 1، لالين 2، لالين 3، ولالين 4. واخا، إذا هاد 25 فين جات؟ جات في بي، ها هو لا كولون بي، وفي لالين الثانية. إذا هادي تتسمى بي، بي 2، هادي غادي نسميها بي 2. 45 جات في لا كولون بي، في لا كولون بي، وفي لالين تالتة. إذا هادي بي 2 وهادي بي 3. إذا مني وليت نعرف، هادي كذلك جاية في لاكولون سي، سي 2، وهاد 60 جات في سي 3، ها واحد جوج ثلاثة سي 3. هادي أ بي سي، هادي إذا هادي دي، دي في لالين الأولى، ملتيبليكاسيون جات في لالين الأولى، و 50 جات في لالين الثانية. إذا دي 2 و دي 3، هادي او 2 و او 3. واخا، دونك مادام تعرفنا على لي سيلول كل وحده وفين جات، اذا حنا غادي دروكا نتعرفوا كيفاش غادي نديروا الحساب. كيفاش غادي نديروا الحساب؟ اذا غادي نكليكيو على ديسبوزيسيون، غادي نختاروا دوني، وغادي نختاروا فورميل. صافي، ديسبوزيسيون، دوني، وغادي نختار فورميل. اذا هنا بالنسبه للفورميل غادي نمحي هذا الشيء اللي مكتوب هنا، وغادي ندير تساوي، وغادي ندير بي بي 2 زائد بي 3، لان هنا استعملنا الجمع، لاديسيون يعني الجمع. وغادي نكليكي اوكي. لاحظتوا، ها هي عطاتني 70. التي استسمح ندير واحد لامبليساج هكدا، هنا عطاتني 70. لاحظتو، في المثال غيرت هنا، غادي نغير هادي 13، وغادي ندير بحال هكا، وغادي ندير ليه متر جور لي شون، وها هو تيعاود يعطيني الحساب. إذا بلا ما نبقى كل مرة تنعاود نحسب. نفس الطريقة بالنسبة لسيستراكسيون، بالنسبة لسيستراكسيون قلنا بأن هاد 120
Le nombre 1, j'ai admis 120 fois la cellule C, A, B, C. Et dans C2, ou C, j'ai C3. Et dans غادي نجي لهنا نحط الكيرسور هنا في العملية اللي بغيت ندير فيها الحساب دائما نفس الطريقة في دوني فورمول ديسبوزيسيون دوني فورمول وغادي نمحي هذا الشيء وغادي نكتب تساوي وغادي ندير دروك سي 2 وغادي ندير الضرب الضرب راه هي ديك النجمة اللي كاينة الفوق وندير في سي 3 وندير اوكي الا هنا راه كاين طرح سيستراكسيون عفوا سي 2 ناقص سي 3 اذا سيستراكسيون هو طرح اذا اوكي 120 نقسم منها 60 هي 60 نفس الطريقة بالنسبة للملتيبليكاسيون اذا الفورميل هيك ملتيبليكاسيون قلنا بأن هذه A B C D إذا جات في D D 2 ياك فوا ياك D 3 إذا D 2 فوا D 3 أوكي إذا 3 في 0 0 3 في 5 15 إذا 150 ديفيزيون نفس الطريقة ياك غادي نمحيو هذا الشيء ونجيو نديرو تساوي اللي هي E 2 fois E 3 E 2 fois O 3 la machine fois et dans une radine de l'orchestre division E 2 divisé par E 3 et dans myostine on se moi la juge les hiya t'imagines